داخل القرى والنجوع بتتجول حملة بلدي أمانة لحد ما وصلت نسبة تنفيذها داخل أسوان 8520 زيارة منزلية. الحملة دي بتستهدف التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدى الأهالي داخل جميع القرى والنجوع بأسوان، ده طبعا ضمن توجيهات القيادة السياسية. تفاصيل أكتر هنعرفها من الدكتورة هدى مصطفى مقررة المجلس القومي للمرأة بأسوان اللي موجودة معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيكي. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. وعلى السادة المشاهدين أهلا بيكي. لما نيجي نتكلم عن الهدف من المبادرة اللي تم يعني إطلاقها، خلينا نتكلم عنها شوية. هي عذرا دكتوره استاذنك، من فضلك نوطي صوت التلفزيون او حضرتك تسمعينا من سماعه التليفون. هو حضرتك المبادره دي عنوانها بلدي امانه. الهدف منها ان احنا توعيه السيدات في القرى حياه كريمه. احنا عندنا في المرحله الاولى في اسوان 106 قريه في كوموكو ادفو ونصر النوبه. ان احنا ازاي السيدات في البيت، طبعا احنا الاليه بتاعتنا اللي هي الرائده الريفيه. طبعا هي ان هي ازاي توعي الست ان هي ما تستمعش للحاجات اللي بتتقال، ودي ان هي لازم تفهم ان هي دي الحرب الحقيقيه الحاليه دلوقتي. ما بقتش حرب مدافع ولا طيارات، لا ده اسمها حرب شائعات. الهدف منها ان احنا او ان هم يخلوا كيان الدوله يقع. وبالتالي احنا الست عندي بتبقى حتى لو ما كانتش متعلمه بتبقى واعيه. وبالتالي ان احنا الرائدات الريفيات وهي بتكلمها بتوريها ايه الدوله عملت. ايه الدولة بالنسبة لي الجزء اللي هو التحديث بتاع القرى، وانا دوري كفرع مجلس قومي ورائدة ريفية ان انا اوريها اللي هو الجزء الاجتماعي، ان هي ما تنقضش لهذه الشائعات، وفي نفس الوقت ان هي لما بتتكلمنا اول حاجة بتتكلم فيها بتقول انا عندي ازمة اقتصادية، بنقول لها لا دي الازمة دي على مستوى العالم كله، ولكن احنا بنفرق ان احنا بلدنا فيها امن وسلام. وطبعا بنضرب لها امثله بالدول اللي حوالينا برضو. ان احنا بنوري الحمله دي الهدف منها ان انا اسمع الست واعرف منها ان هي في القريه اللي موجوده فيها ايه اللي ناقصها بالنسبه للصرف الصحي، بالنسبه للتوصيل ميه، بالنسبه لتحديث. طيب ايه المشاكل اللي لقيتوها مثلا وازاي تعاملتوا معاها؟ يعني لما نزلتوا رائدات الريفيات ونزلتوا واتكلمتوا مع الناس وبتقولي حضرتك ان انتوا سالتوهم ايه المشاكل اللي عندكم عشان نعرف نتعامل معاها، اتعاملتوا معاها ازاي وايه ابرز المشاكل دي؟ اول حاجه طبعا ده سؤال كويس جدا استاذ شاذلي، ان اول حاجه ان اللي هي بتشتكي من غلاء الاسعار. احنا بقى ازاي ان هي توجد بدائل؟ ازاي ان هي تتغلب؟ لان هي غلاء الاسعار مش عندنا بس، ده ازمه عالميه، لكن في نفس الوقت ان انا اديها شوية معلومات وشوية خبرات بالنسبة لي ان انا ازاي الدخل بتاعها تقدر ان هي تتصرف فيه بحيث ان هو يقضيها، ازاي ان هي بالنسبة لي لما بتشتكي وتقول ان انا مثلا الصرف الصحي وصل في البيت لغاية البيت اللي قبل اللي جنبي، انا لا على طول بنبلغ المسؤول عن حياة كريمة في هذه القرية ونقول له ان في ناقصها كذا. وبالتالي ان الرائدات الريفيات كان قبل ما ينزلوا ويروحوا في القرى دي اتعمل لهم اجتماع مع اللي هي مسؤول حياه كريمه في اسوان، بحيث ان هو جه وعرض قبل وبعد وايه القريه، لان طبعا الرائده الريفيه بتبقى من نفس القريه اللي هتنزل فيها، فبالتالي بتبقى عارفه كويس جدا ايه الحاجات اللي اتعملت وايه الحاجات اللي هي ناقصه. تمام دكتوره، في اي ارقام مستهدفه او في عدد معين انتوا الهدف انكم توصلوا له بحيث انكم تغطوا اكبر عدد ممكن من السيدات؟ طبعا هي بتبقى في خطه موضوعه انه يبقى كل رائده ريفيه ليها في اليوم 50 طرق ابواب، 50 بيت ان هي تخبط وتقابل الست
اللي هي اللي موجوده في المنزل، حتى لو كان موجود جوزها موجود ولادها، ان هي تقعد تتكلم معاهم بطريقه مبسطه جدا وفي رسائل هي تفهمها. فدي طبعا بتبقى عمليه، ان انا عمليه الاقناع دي بتبقى ليها تدريب معين طبعاً من الرئيسه. اكيد. كل الشكر ليكي دكتوره هدى مصطفى، مقرره المجلس القومي للمراه باسوان، شكرا جزيلا ليكي.